بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، ومتابعة حية في نشرتنا الرياضية وإطلالة إخبارية عن كل ما هو جديد داخل النادي الأهلي والأخبار المحلية والعالمية، في ظل أن النادي الأهلي خلال الساعات القادمة يستعد لاستئناف المشوار الإفريقي ومباراة هامة جدا أمام تاونشيب بطل بوتسوانا في إطار مباريات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى لدوري الأبطال الأفريقي. مباراة هامة جدا وعندنا تفاصيل كتيرة وعندنا كواليس حصرية من داخل معسكر فريق النادي الأهلي والذي بدأ منذ يوم السبت الماضي. هذه المباراة الهامة والتي لا تقبل القسمة على اثنين وتعتبر هي مباراة عنق الزجاجة من أجل الصدارة والتواجد في مراكز متقدمة ومن أجل أن يضع الأهلي قدما في دور المجموعات بشكل جيد في ظل منافسة قوية جدا مع الترجي التونسي المتصدر هذه المجموعة وأيضا كامبالا سيتي الأوغندي وتونشيب بطل بوتسوانا، في ظل أن الأهلي في أول مباراتين لم يحقق سوى نقطة وحيدة بعد التعادل مع الترجي التونسي والخسارة أمام كامبالا سيتي قبل شهر ونصف من الآن. النهارده بالطبع عندنا تفاصيل كتيرة، النهارده المؤتمر الصحفي للمدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون وايضا الكابتن حسام عاشور كابتن فريق النادي الاهلي، وعندنا تفاصيل الاجتماع الفني والذي عقد في فندق اقامة فريق النادي الاهلي بحضور طاقم التحكيم الجزائري الذي سيدير هذه المباراة مع مراقب المباراة النيجيري والمنسق العام الغيني في حضور طرفي المباراة النادي الاهلي ونادي تاونشيب بطل بوتسوانا، ثم يعقب كل ذلك تدريب فريق النادي الاهلي والذي سيقام بعد قليل على الملعب الرئيسي لاستاد برج العرب، وفي 8:30 مساء سيقام مؤتمر صحفي للمدير الفني لفريق تاونشيب الصربي نيكولا كافوزيتش المدير الفني الصربي لفريق تاونشيب البوتسواني، وايضا بعدها مباشره في 9 موعد المباراه باذن الله هيكون تدريب الرئيسي لفريق تاونشيب البوتسواني، وتبقى للوائح الاتحاد الافريقي لكره القدم الفريق بالتاكيد الضيف في هذه المباراه بيؤد تدريبه ليله المباراه مره واحده فقط على استاد برج العرب في الساعه 9 مساء. الاجتماع الفني هيكون فيه تفاصيل متعلقة بموعد تحرك الفريقين إلى استاد المباراة، بالطبع المباراة هتكون الساعة 9 فلازم الفريقين يكونوا في استاد برج العرب قبل المباراة بساعة ونصف، يعني بالكثير في حدود الساعة 7 مساء إلى الساعة 7:30 كحد أقصى لتواجد الفريقين في ملعب المباراة. أيضا الاجتماع الفني بيتناول الاتفاق على التيشيرت الأساسي اللي هيرتديه كل فريق والزي الاحتياطي، بالإضافة كمان الحكام بيختاروا الزي الرسمي اللي هيبدأوا به هذه المباراة، وبيتم كل الأمور التنسيقية مع حضور المراقب النيجيري في هذه المباراة والمنسق الغيني مع القيادات الأمنية في الأسكندرية، خاصة أن هذه المباراة تقام على استاد برج العرب، وبالطبع التعليمات الأمنية والترتيبات الأمنية هتكون من خلال مديرية الأمن بالأسكندرية مع التنسيق مع مسؤول الاتحاد الأفريقي والقائمين على تنظيم هذه المباراة. قدامنا لقطات حصريه طبعا من داخل معسكر فريق النادي الاهلي، هذه اللقطات النهارده في الصباح مع فريق النادي الاهلي وقبل توجه الفريق لتناول وجبه الغداء، وكان بعدها مباشره في محاضره فنيه للجهاز الفني مع اللعيبه. زي ما احنا بنشوف قدامنا في هذه اللقطات بنشوف بقى المتابعه الحقيقيه واستعدادات الجهاز الفني، وخلاص قدامنا ساعات قليله، كل الفتره الاخيره كانت استعدادات وديه ومباريات وديه ومعسكر مغلق ما بين معسكر اوروبي ومعسكر في الاسكندريه وتغيير الشكل بالنسبة للفريق وتغيير الجهاز الفني، لكن خلاص دخلت في مرحلة الجد، كلها ساعات قليلة وعندك مباراة مهمة جدا، مباراة زي ما قلنا لا تقبل القسمة على سنين، لابد من الفوز بأي شكل من الأشكال عشان تصعد في ترتيب المجموعة، يكون عندك 4 نقاط، وبالتأكيد فوز الترجي على كامبالا سيتي سيضع الأهلي في المركز الثاني قبل مباراة العودة بإذن الله هتكون في لقاءات الجولة الرابعة يوم 28 من الشهر الجاري، وهتكون هذه المباراة الهامة جدا أيضا، لكن تركيزنا الأكثر في هذه اللحظات على مباراة الغد بإذن الله اللي هتكون في الساعة 9 مساء على استاد برج العرب. وعلى مدار هذه الحلقة هنتكلم بقى ونشوف تصريحات الجهاز الفني ونشوف لقطات حية ولقطات حصرية من تدريب فريق النادي الأهلي، كل الجديد بالنسبة لجمهور النادي الأهلي من معسكر فريقه قبل مباراة الغد بإذن الله. أنا عارف بعد نهاية مشوار كأس العالم الكل بينتظر بقى والكل بيتابع في هذه اللحظات استعدادات فريق النادي الأهلي، شايفين وليد سليمان قدامنا في الصورة أحد الركائز الحيوية اللي هتكون موجودة في مباراة الغد. ايضا كمان محمد الشناوي حارس المرمى باذن الله اللي خد ثقه كبيره جدا بعد مشاركته في كاس العالم وكان حارس منتخبنا الوطني، احمد فتحي طبعا الظهير الايمن، شايفين كمان سليف كوليبالي، سليف كوليبالي هو موجود في معسكر فريق النادي الاهلي لكن حتى هذه اللحظات لسه مساله القيد الافريقي خلال الفتره القادمه عشان يشارك بشكل رسمي، لكن قبل ما يسبق القيد الافريقي لازم يؤيد بالتاكيد في القائمه المحليه. شايفين ايضا كمان قدامنا اسلام محارب، لكن بالنسبه لسليف كوليبالي
هنشوف كمان مسألة القيد خلال الفترة القادمة. ممكن نسأل زميلنا كريم أحمد هيكون معنا بعد قليل أيضا عشان نشوف موضوع سليف كوليبالي. أيمن أشرف اللي هيكون متواجد في المباراة وأحد الركاز وجوكر في خط الدفاع ما بين اللعب في الجبهة اليسرى و في الخط الدفاع. محمد نجيب هو طبعا احد الركائز المهمه جدا، ونجيب من الخبرات اللي الجهاز الفني بيعتمد عليها في اصعب اللحظات، وقت ما الجهاز الفني والفريق بيكون محتاجه بيكون موجود محمد نجيب قائد خط الدفاع. اسلام محارب من اللعيبه المحوريه اللي كان ليها دور في الموسم الماضي واللي كان بيشارك في بعض الفترات وكان بينزل بيأدي بشكل جيد. صبر رحيل شايفينه هو في الصورة مع محمد نجيب، اللقطات دي مش هتشوفوها في أي حتة إلا من خلال قناة النادي الأهلي. أيضا وليد أزارو مهاجم فريق النادي الأهلي اللي خلاص بقى الجهاز الفني وكابتن محمد يوسف وباتريس كارتيرون قعد معاه وقعد مع علي معلول، وتفاوت الحديث ما بين وليد أزارو وعلي معلول. علي معلول عائد من تجربة تونس في كأس العالم والعوامل النفسية والاستعداد للبطولة الأفريقية، كل ده كلام مهم بالجهاز الفني بيتكلموا فيه مع اللعيبه. لكن وليد أزارو جلساته الخاصه مع الجهاز في اطار مختلف تماما. انت خلاص كان عندك عرض احتراف في الدوري الصيني، لم يكتب لك التوفيق في الانتقال للدوري الصيني. تركيزنا في الفتره الحاليه بقى على ما هو قادم، البطوله الافريقيه، وهذه البطوله اذا حققتها مع النادي الاهلي ستستطيع الاحتراف في اي من الانديه الاوروبيه وتكون تجربه افضل بكثير من تجربه الاحتراف في الدوري الصيني. ميدو جابر للجهاز الفني بيعول عليه ايضا في المباراه الافريقيه. كريم ندفيد في خط الوسط المدافع خلال الفتره القادمه. القائمه مكتمله بشكل كبير. مؤمن زكريا بعد ما عاد من رحله احتراف في الدوري السعودي تم خلاص الاتفاق وقيده في القائمه الافريقيه وهيكون من العناصر المهمه جدا في مباراه تاونشيب. عمرو السوليه لاعب خط وسط ارتكاز كل اللعيبه، ومايكل ليندمان يمكن مخطط الاحمال دوره مهم جدا في الاعداد البدني، وهذه المرحله هي مرحله التاسيس. اللقطه اللي شايفينها قدامنا دي كمان ده صوره من الاجتماع الفني قبل ما يعقد بلحظات قليله، ده الاجتماع الفني والميتنج اللي الخاص بالاجتماع الفني لكل تفاصيل المباراه. هذا الاجتماع بيتم الاتفاق بقى فيه على موعد حضور الفريقين لاستاد برج العرب. الطاقم التحكيم الجزائري اللي هيتكلم على الاستعدادات والتعليمات الفنيه ايضا كمان لكلا الفريقين. طاقم التحكيم الجزائري بيتكون من مصطفى غربال في قياده حكم مساحه، مقران قراري مساعد اول، ابراهيم الحملاوي مساعد ثاني، حكم رابع نبيل بوخلفه. قدامنا هو طاقم التحكيم الجزائري اللي هيدير هذه المباراة، لسه طاقم جديد، يعني دايما الجزائر فيها حكام متميزين، نتذكر جميعا طبعا جمال حيمودي من الحكام المتميزين في القارة الأفريقية وفي الجزائر، لكن هذا الطاقم الأفريقي الجديد من الجزائر بيستعد لهذه المباراة وهيلقي تعليماته لكلا الفريقين في هذه المباراة. شفنا برضو في لقطات حية من هذا الاجتماع الفني المراقب المباراة النيجيري سانوسي محمد في هذا الاجتماع، الكابتن سمير عدل المدير الإداري للفريق الأول، كابتن ماهر عبد العزيز إداري الفريق الأول. خلاص كانت استعدادات مهمة جدا للجهاز الإداري في هذا الاجتماع الفني. هذا الاجتماع اللي عقد في تمام الساعة الخامسة أو الرابعة والنصف عصرا داخل فندق الإقامة. دايما الاجتماعات التنسيقيه دي تبقى مهمه عشان كل واحد يبقى عارف ايه اللي ليه وايه اللي عليه في المباراه، وبيتم اختيار طبعا كباتن الفريقين، وبيتم طبعا الاتفاق على شكل قوائم الفريقين واعلان التشكيل واعلان القائمه النهائيه بالاتفاق. قدامنا طبعا اللي هو علاء صلاح مدير امن النادي الاهلي بالجزيره مع زميلنا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي اللي هو علاء طبعا وهو المنسق الامني لهذه المباراه وبيتابع الترتيبات الامنيه. كل هذه الاجراءات بتتم بالطبع من خلال تنسيق هام جدا مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي اللي كان عنده اجتماع بالامس مع كل الادارات المسؤوله عن تنظيم هذه المباراه. كابتن محمد يوسف القائم باعمال مدير الكره والمدرب العام حاضر طبعا هذا الاجتماع. تفاصيل مهمه جدا في هذا الاجتماع، بيتم الاتفاق الاهلي يرتدي بالطبع التيشيرت الاحمر. شايفين طبعا الجانب الاخر جانب فريق تاونشيب بتسواني اللي قطع رحله سفر غريبه جدا، يعني 18 ساعه سفر عشان يصل من بتسوانا الى برج العرب مباشره، من بتسوانا الى جوهانسبرج عاصمه جنوب افريقيا، ثم طائره اخرى الى دبي بالامارات، ثم ترانزيت حوالي 3 ساعات، وثم السفر مباشره من دبي الى برج العرب. 18 ساعه سفر، لكن بالطبع النادي الاهلي ليه استعداد مختلف في السفر الى بتسوانا في مباراه العوده في الجوله الرابعه. الاهلي تحدد خلاص معاد سفره باذن الله هيكون فجر يوم 24 يوليو الجاري، يقطع مسافه حوالي 9 ساعات طيران عبر الخطوط الاثيوبيه من القاهره الى اديس ابابا، وترانزيت في اديس ابابا حوالي ساعة ونصف، ثم السفر لمده حوالي 5 ساعات أو 4 ساعات الا قليل، يعني من اديس ابابا الى بتسوانا عاصمه جابروني مباشره، وهتكون رحله طيران مختلفه تماما. الاهلي بيقطع حوالي نصف المسافه اللي قطعها فريق تاونشيب للسفر الى برج العرب وخوض مباراه فريق النادي الاهلي.
قلنا الجولة الثالثة هيديرها طاقم تحكيم جزائري بقيادة مصطفى غربال، لكن الجولة الرابعة هيكون طاقم تحكيم ماكيني بقيادة ديفيز أونيتشي أومينو، ويعاونه المساعد الأول جيربيرتي جيلرد، والمساعد الثاني كوني كادي، والحكم الرابع بيتر أويرو. طاقم تحكيم كيني في الجولة الرابعة، وطاقم تحكيم جزائري في مباراة الغد في الجولة الثالثة. كارتيرون بالطبع عنده محاضرة فنية النهاردة، هتكون المحاضرة مساء في حوالي الساعة 9 مساء بعد تناول اللاعبين وجبة العشاء. دي المحاضرة قبل الأخيرة، هذه المحاضرة انت بتعرض فيها هايلايتس لمدة 45 دقيقة، بتعرف بقى معاها لعبتك وبتعيشهم في أجواء المباراة، وبيشوفوا كل الأجواء المصاحبة لهذه المباراة، وكل لاعب بيشوف اللعيب اللي هيواجهه في هذه المباراة. قد يعلن الجهاز الفني للاعبين التشكيلة الأساسية ويعرفهم مين ال11 اللي هيبدأ هذه المباراة، وقد يغير الجهاز الفني من هذه الاستراتيجية ويعلن التشكيلة الأساسية في محاضرة الغد. عارفين طبعا كلنا أن المحاضرة الأخيرة هتكون قبل التحرك بإذن الله لاستاد برج العرب بحوالي ساعتين، وهتكون هذه المحاضرة الأخيرة ممكن الجهاز الفني يعلن فيها تشكيلته الأساسية ويعرف اللعيبة واجباتهم الدفاعية والهجومية وإزاي هيواجهوا فريق تاونشيب. لكن المحاضرتين اللي بيسبقوا هذه المباراة، محاضرة ليلة المباراة ومحاضرة الغد، بتبقى محاضرات حاسمة. الجهاز الفني خلاص بيدخل في المباراة وتفاصيل المباراة بنسبة 100%، وبيعرف اللعيبة التشكيلة الأساسية وأقرب التشكيلة لفريق تاونشيب عشان تعرف الطريقة اللي ممكن تلعب بها هذه المباراة عشان تفوز وتحقق الثلاث نقاط وتقرب بشكل جيد جدا للفوز بهذه المباراة. أيضا تمرينة الأهلي النهاردة، التمرينة على الساعة 6 مساء، يعني في هذه اللحظات احنا بنتكلم معاكم أو في خلال ثواني هتبدأ تدريبة فريق النادي الأهلي على استاد برج العرب. هذه التدريبة هتكون هي التدريبة الأخيرة والأساسية، ومش هتكون تدريبة مدتها طويلة. دائما تدريب فريق النادي الأهلي الأساسي أو التدريب لتلت المباراة ما بتستمرش حوالي أكتر من ساعة، يعني هذه الساعة تبقى فيها استريتشات خفيفة، فيها تدريب بدني خفيف، ما بتعلاش بالحمل البدني عشان خلاص أنت داخل على المباراة بقى 24 ساعة، فمش عايز تدخل اللعيبة في معدلات بدنية عالية أو يكون في حمل بدني عالي فتؤثر على اللعيبة بشكل كبير. فبالتالي بتنزل بالحمل البدني، بتعمل تدريب تكتيكي وخططي على تنفيذ بعض الجمل الفنية. الفكرة نفسها في تدريب ليلة المباراة اللي انت يعني بعض الجمل الفنية والخطوات الأخيرة اللي انت بتشوف فيها ازاي تطبقها في هذه المباراة، ودايما بيسمح بأول ربع ساعة لوسائل الإعلام كلها ان هي تحضر هذه التدريبة وتتابع وتصور أول ربع ساعة، وبيكون بيسبق هذه التدريبة اجتماع لكارتيرون مع اللعيبة في وسط الملعب، بيتحدث بقى عن أهمية هذه المباراة وضرورة الفوز وإحراز الثلاث نقاط ودور كل لاعب في هذه المباراة للفوز وتخطي عقبة تاونشيب بتسوانا. ولا ننسى ومهم جدا إن احنا نتحدث في هذه اللحظات واحنا بنتكلم على هذه المباراة دور جمهور النادي الأهلي، جماهير النادي الأهلي دورها مهم جدا في هذه المباراة، وهتكون اللاعب رقم 1، مش هنقول اللاعب رقم 12 في المباراة، لكن دايما جمهور النادي الأهلي بيكون اللاعب رقم 1 في ظل هذه المباريات الحاسمة والمباريات المصيرية. واحنا بنتكلم على جمهور النادي الأهلي كان في تصريح مهم جدا للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، اللي قال ان احنا بنثق في وعي جمهور النادي الأهلي امام مواجهة فريق تاونشيب. العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي قال ان عملية بيع تذاكر مباراة تاونشيب البتسواني بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة افريقيا تسير بشكل جيد، ومنذ الأمس الأحد بدأ عملية بيع التذاكر بعد الحجز عبر السيستم الإلكتروني من قبل جماهير النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي. وقال العميد محمد مرجان إن جماهير النادي الأهلي عندها وعي كبير للخروج بهذه المباراة بالشكل اللائق، وإدارة النادي الأهلي لديها ثقة كبيرة في جمهور النادي الأهلي، خاصة أن هذه المباراة تأتي بعد فترة طويلة من توقف النشاط الرياضي نتيجة طبعا مشاركة المنتخب في تصفيات كأس العالم ومباريات كأس العالم في روسيا. العميد مرجان قال إن احنا بنناشد الجماهير بعدم السير وراء المهاترات خلال المباراة وعدم الخروج عن النص والالتزام بتشجيع الفريق فقط. نراهن على وعي الجماهير بعد كلمة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. العميد مرجان قال أيضا أن أبواب الاستاد ستفتح أمام الجماهير من الساعة 3 عصرا، وسيتم غلقها في الساعة 8 مساء، وهيكون في شركة أمن متخصصة في دخول الجماهير وتأمين دخول الجماهير، والمباراة بإذن الله في الساعة 9 مساء على استاد برج العرب، المباراة بحضور 10,000 متفرج. لكن تفاصيل أكتر عن هذه المباراة والاستعدادات الفنية نروح مباشرة إلى زميلنا كريم أحمد عبر على التليفون. طيب هيكون معانا طبعا زميلنا كريم أحمد على التليفون. كريم أولا طمني يعني حالة الفريق في هذه اللحظات معاك، وهل التدريب بدأ، واديني بقى كل الكواليس الخاصة بفريق النادي الأهلي في برج العرب قبل مباراة الغد بإذن الله أمام تاونشيب. أهلا
بك يا زميلي محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي. خلاص العدد التنازلي زي ما بنقول بدا بالنسبه لمباراه الاهلي وتاون شيب، لكن عايز اطمنك في البدايه يمكن متواجدنا فيه فندق الاقامه الخاص بفريق النادي الاهلي، حاله التركيز من اول يوم في المعسكر اللي انطلق من يوم السبت هنا في برج العرب، هي سنه المعسكر كابتن محمد يوسف القائم بعمل مدير الكره مع مستر بدرس مع كابتن سامي قمصان، فرضين حاله كبيره جدا من التركيز. ايضا كمان الكابتن حسام عاشور كابتن فريق النادي الاهلي، الحقيقه يمكن يعني كل يوم بيكون في كلام مع اللاعبين، بيكون في تحفيز للاعبين، ويمكن مردود بكلمه الكابتن محمود الخطيب، وايضا كمان الكلام او الاجتماع السريع اللي كان بين الجهاز الفني ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب كان ليها مردود كبير وانعكست على اللعيبه بشكل كبير جدا جدا. ويمكن كان حديث سريع كده بيني وبين الكابتن حسام عاشور قبل انطلاق المؤتمر الصحفي، قلت له مدى تاثير الكلمه دي عليك ازاي، واستقبلت الكلمه دي ازاي، والكواليس كانت ازاي. قال الحقيقه طبعا يمكن اللعيبه كلها كانت عايزه الماتش يكون في اللحظه اللي بيتكلم فيها الكابتن محمود الخطيب، احنا عايزين نفرح جمهور النادي الاهلي، عايزين نرجع تاني. المباراة صعبة والظروف صعبة، لكن حطينا في مواقف أصعب من كده، كنا في بطولات قبل كده ما حققناش برضه في أول مباريات الأولى نقاط كثيرة، لكن زي ما بقول لك الحالة هنا مطمئنة، الحالة المعنوية مرتفعة، التركيز كبير جدا للنادي الأهلي. لكن لو برجع معاك من ساعة أو من ساعة ونص كان المؤتمر الصحفي أو الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، مباراة الأهلي وتاون شيب، حضر فيه الاجتماع الفني كابتن محمد يوسف المدرب العام وقائم بأعمال مدير الكرة، الكابتن سمير عدلي المدرب الاداري، العميد علاء صلاح الدين مدير الامن، مراقب المباراه من نيجيريا تانوسي محمد، المنسق الاعلامي للاتحاد الافريقي ابراهيم ديالو. يمكن النادي الاهلي كالعاده بعد انتهاء الاجتماع الفني هيكون الزي التقليدي، الاحمر في الابيض في الاحمر، والحارس هيكون باللون الاخضر، وعلى الجانب الاخر فريق تاون شيب هيكون الازرق في الازرق في الازرق، وايضا هيكون اللون البينك هو للحارس المرمى. انتهى الاجتماع الفني، دخلنا في المؤتمر الصحفي اللي انطلق للنادي الاهلي في الساعة الخامسة والنصف بحضور طبعا وسائل الإعلام. طب قبل المؤتمر الصحفي يا كريم، هل الاجتماع الفني شهدت أي ملاحظات؟ توقيت دخول الجماهير، تنسيق، هل فريق تاون شيب البتسواني كان ليه أي طلبات؟ تفاصيل الاجتماع الفني، هل كان في بعض الملاحظات ولا الاجتماع يعني صار بشكل طبيعي وبشكل روتيني اللي هو المعتاد؟ يعني لو هنقول هو المعتاد كالعادة، وصول اللاعبين أو الفريق تاون شيب والنادي الأهلي قبل المباراة بساعة ونصف، العادة طبعا إن يكون في الامن اللي متواجد في الملعب يكون خارج المستطيل الاخضر، ودي كانت تعليمات عرفناها من العميد علاء صلاح الدين مدير امن النادي الاهلي بالجزيره، واللي هيكون متواجد في تامين المباراه. يمكن هو فريق تاون شيب كان ليه طلب وحيد، قال الصبيه اللي هيكون متواجدين خارج الملعب هيكونوا طبعا متواجدين في كثافه، لان هو حصلت لهم مشكله في كده خلال مباراتهم الماضيه، قالوا عانينا بشكل كبير جدا ان يكون في الاولاد اللي بيكون متواجد ان هم يدونا الكور، عانينا بشكل كبير في الموضوع ده، فكان في تحذير للنادي الاهلي وكان في تعليمات صريحه ان يكون في عدد متوفر جدا من طبيه الملاعب اللي بيكونوا متواجدين حوالين الملعب لوجود الكرة بشكل مستمر. لكن يمكن بشكل عام الامور الطبيعيه الروتينيه، اتكلموا على اللبس زي ما قلت لك، اتكلموا على التواجد الوصول، كلها تعليمات خاصه باللاعبين، لكن ما كانش في اي تعليمات جديده او تعليمات خاصه للنادي الاهلي او فريق تاون شيب. بعد زي ما بقول لك انتهاء الاجتماع الفني دخلنا في المؤتمر الصحفي اللي كان محدد ليه في الساعه 5:30 هنا باستاد برج العرب، حضر مستر باتريس كارتيرون المدير الفني، وايضا الكابتن حسام عاشور كابتن فريق النادي الاهلي. في اطار الاسئله العامه اللي اتسالت طبعا لمستر باتريس صعوبه المباراه، النادي الاهلي حاصل على نقطه واحده، مستر باتريس قال احنا عدينا بشكل مميز، معسكر كرواتيا كان ليه استفاده كبيره جدا لينا، معسكر هنا برج العرب ايضا كمان استفاده كبيره، اللعيبه مركزه، اللعيبه بيتكلم معاها، انا بتكلم مع لعيبه بشكل مستمر، اللعيبه عندها حافز كبير، عندها اصرار كبير جدا، وزي ما بقول لك اكد كمان على الكلام والاجتماعات من الكابتن محمود الخطيب ان بيبقى لها تاثير كبير لما بيكون رئيس النادي بحجم وقيمه الكابتن محمود الخطيب بيكون في تحفيز للجهاز الفني او للاعبين، دي ليها تاثير كبير جدا. نتكلم على الجمهور وحضور الجمهور اللي اكيد هيبقى ليه مفعول السحر ان شاء الله كالعاده، جمهور النادي الاهلي يكون من اول دقيقه لاخر دقيقه يشجع النادي الاهلي فقط كعاده جمهور النادي الاهلي. انتهى المؤتمر الصحفي زميلي محمد، انطلق سريعا على طول التدريب الاخير هنا على استاد برج العرب الرئيسي في الساعه 6 مساء، لسه يمكن التدريب بادئ دلوقتي، كان محدد لنا طبعا الاتحاد الافريقي كالعاده 15 دقيقه لكل وسائل الاعلام المتواجده، انتهت ال 15 دقيقه لكن التدريب ما زال مستمر، التدريب بادئ كالعاده ببعض الجري في مربعات النهارده شايفينها لكره القدم، النهارده هيكون في تكتيك
اكيد النهائي ليه اقل مباراه، لكن يمكن مستر باتريس كان ليه تعليمات ان كل وسائل الاعلام يمكن تغادر ارضيه الملعب لتنفيذ الجمل التكتيكيه اللي هو اكيد مستر باتريس اتكلم عليها وحاضر مع فريق النادي الاهلي خلال المباراه الاخيره وبيحاضرهم بشكل مستمر. الامور زي ما بقول لك يا محمد ماشيه بشكل طيب، ان شاء الله يكون الطاقم التحكيمي غدا الجزائري موفق ان شاء الله في هذه المباراه، وايضا كمان يكون النادي الاهلي موفق في هذه المباراه، مباراه غايه في الاهميه، لكن عندنا ثقه كبيره كالعاده في لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني تكون نقاط المباراه من نصيب النادي الاهلي. طب كريم، هل كارتيرون تحدث عن حاله اللاعبين، الحاله الفنيه، الحاله البدنيه، التشكيله، يمكن هل يعني توجه لي اسئله متعلقه بالتشكيله، طريقه اللعب يعني بشكل عام؟ حسام عاشور ايضا كمان كان حاضر المؤتمر، عاشور اتكلم عن ايه؟ يعني اتكلم عن هذه المباراه ازاي؟ اتكلم عن اجتماعاته مع اللعيبه، اهم التصريحات اللي قالها برضو حسام عاشور. يمكن مستر باتريك سال عن الطريقه وسال عن التشكيل، قالوا له هل هتبقى في تغيير لطريقه اللعب ولا هل هيبقى في ثبات على طريقه اللعب؟ الحقيقه يمكن هو مستر باتريك ما جاوبش اجابه مباشره، قال احنا عدينا بشكل كبير لهذه المباراه، درسنا المباراه بشكل كبير، الناس سالته على يمكن في بعض من اللعيبه او عنصر او اثنين من فريق تاون شيب مميزين جدا هيتعامل معاهم ازاي؟ قال احنا درسنا بشكل كبير وبحيي الجهاز الفني مع كابتن محمد يوسف ان هم اعدوا تقرير رائع واعدوا دراسه مميزه جدا لمباراه تاون شيب، قال احنا مش مركزين مع اي حد غير ان احنا نركز في فريقنا، عارفين نقاط الضعف بشكل كبير ونقاط القوه عندهم، ينقصنا ان احنا المباراه تبدا وان شاء الله تكون المباراه من نصيبنا. على الجانب الاخر حسام عاشور يمكن اتسال قال له يمكن كابتن حسام احد الصحفيين ازاي اتعاملت مع اللاعبين، ازاي عديت اللاعبين بشكل سريع وبشكل نفسي، لان طبعا نقطه واحده ليها تاثير كبير، قال يمكن احنا اتحطينا في اكثر من كده صعوبات من كده للنادي الاهلي، قال له اللعيبه بشكل كبير عندها اصرار عندها تركيز، كل اللعيبه الكبيره بتتكلم مع بعض، اللعيبه الصغيره بتتكلم مع بعض على اهميه هذه المباراه، اداره النادي الاهلي كمان متمثله زي ما بقول لك في الكابتن محمود الخطيب، والتصريحات دي كان ليها شكل كبير، وقال عليها الكابتن حسام عاشور قال كان ليها مردود كبير جدا علينا، حطتنا في الاجواء اكثر ما احنا محطوطين في الاجواء الحماسيه والجديه ان شاء الله لهذه المباراه. زي ما بقول لك الامور كلها هنا بتصب ان شاء الله في مصلحه. طيب انا قدامي كريم، انا قدامي صوره لسليف كوليبالي في معسكر فريق النادي الاهلي، هل اتكلمت مع الجهاز الفني في امكانيه لقيد كوليبالي في الساعات الاخيره، ولا هو متواجد في المعسكر بيتعايش مع الفريق واحتماليه قيده هتكون في المباراه الثانيه؟ بالظبط، يمكن يعني المباراه دي استحاله طبعا يكون متواجد فيها، لكن المباراه الثانيه بشكل كبير يمكن الناس سالته برده كمان على مؤمن زكريا وقيد سليف كوليبالي، قال يمكن طبعا احنا بننظر لهذا الامر بنظره فنيه، عارفين احنا قراراتنا ايه، بقول لك يمكن مستر باتريس ما بيجاوبش اجابات صريحه وده اللي هيبان في المؤتمر، يمكن الاسئله طبعا بيبقى ليها بعض المغزى في بعض الصحفيين، يمكن ناس كمان قالت له هل انت مطالب بتحقيق الفوز وده كان عقدك مع النادي الاهلي، ان مجلس اداره النادي الاهلي طلب منك الفوز في هذه البطوله وفي حاله الفوز هيكون شيء اخر، يمكن الراجل طبعا ما بيحاولش يجاوب على الاسئله دي، بيحاول يجاوب في اسئله خاصه بالمباراه وخاصه باللاعبين، زي ما بقول لك هو هدفه الوحيد انا بشرف ليا ان انا موجود مع النادي الاهلي، المباراه دي بالنسبه لي ان شاء الله تكون هي المباراه الاولى وتكون ان شاء الله المباراه الاولى اللي نقدر نسعد بيها جمهور النادي الاهلي، واتكلم كمان على جمهور النادي الاهلي اللي معتمد عليه بشكل كبير مع فريق النادي الاهلي، وقال بشوف جمهور النادي الاهلي في الفيديوهات لكن عايز اشوف ان شاء الله في الملعب، وزي ما بقول لك يا محمد الامور ان شاء الله تكون بتصب في مصلحه النادي الاهلي في مباراه الغد باذن الله. طيب كريم، الفريق كان دخل معسكر من يوم السبت الماضي، يعني بالظبط ادى تدريبين لمده 48 ساعه بالامس واول امس، كل اللعيبه موجودين قدامك في التمرين الحمد لله، ما فيش اصابات، ما فيش اي حاجه، اللعيبه كلها جاهزه، القائمه الافريقيه كلها موجوده في هذه المباراه. بالفعل زميلي محمد كل متواجد، الكل مستعد، كل اللعيبه يمكن امامنا دلوقتي بتادي التدريبات، الامور بالنسبه للاصابات الحمد لله ان شاء الله، بنتمنى كمان ما يبقاش في اي اجهادات، بنتمنى التدريب النهارده حتى نهايتها ما يبقاش في اي لعيب بيتعرض لاي كدمات او لاي شد او لاي كرامب او اي حاجه، كل اللعيبه متواجده، كل اللعيبه متحمسه بشكل كبير جدا يا محمد ان شاء الله لهذه المباراه. كل التوفيق ليك يا كريم وموفق يا رب ان شاء الله، وكل التوفيق لفريق النادي الاهلي غدا باذن الله انه يخرج بنتيجه ايجابيه والعوده بثلاث نقاط قبل مباراه الجوله الرابعه باذن الله بعد 10 ايام في بوتسوانا. شكرا ليك يا كريم. تفاصيل مهمه جدا نقلها لنا زميلنا كريم احمد من المؤتمر الصحفي ومن الاجتماع الفني ومن تدريب فريق النادي الاهلي، قلنا لكم النهارده في تفاصيل كتيره جدا داخل معسكر فريق النادي الاهلي في برج العرب ما بين اجتماع فني وحضور طاقم التحكيم طرفي المباراه الاهلي وتاونشيب، مؤتمر صحفي وتصريحات باتريس كارتيرون، لكن انا عايز اتوقف عند نقطتين. اولا في الاجتماع الفني لما نادي تاونشيب البتسواني طلب ان يكون في عدد وافر من صبيه الملاعب لوجود كرات اثناء يعني خروج الكره في التماس او في الضربات الركنيه،
ما حدث في مباراة الترجي التونسي يعني صعب أنه يتكرر في مصر. مسألة تضييع الوقت ده شيء احنا دايما متابع دايما بشكل كبير في فرق شمال افريقيا، لكن فريق تاونشيب طبعا هذه المسألة تعرض لها في تونس في مباراة الترجي، فخايف وعنده تخوف ان هذه المسألة تتكرر تاني في استاد برج العرب. لكن طبعا النادي الاهلي ما عندوش مشكلة في هذه المسألة، وصبية الملاعب موجودين في الملعب بشكل كبير، فمش هيبقى فيه اي أزمة طبعا في هذه النقطة، لان اللي بيحصل في شمال افريقيا دايما في مبارياتنا هنا في مصر المباراة بتتلعب 90 دقيقة 90 دقيقة، الوقت الضائع بيبقى قليل جدا، وبنلعب المباراة دون ان احنا بنستعين ليه ان احنا نضيع وقت حتى لو كسبانين بفارق 5 أو 6 أهداف. دي جزئية. الجزئية الثانية المتعلقة بتصريحات كارتيرون. زميلي كريم يمكن اتكلم ان هو يعني تصريحاته مش صريحة او مش واضحة قوي. باتريس كارتيرون او اي مدير فني بيحضر ليه مباراة قبلها ب 24 ساعة مش مطالب منه ان هو يكشف كل اوراقه او يتكلم عن الشغل الفني او التكتيك اللي هيلعب بيه او التشكيل او الكلام ده كله. من حق وسائل الاعلام ان هي تسال ويكون الاسئله بشكل واضح زي ما هم عايزين، لكن بالطبع باتريس كارتيرون في هذه النقاط بيحاول قدر الامكان يكون في سريه على طريقه اللعب والتشكيل او حاله اللاعبين، لكن بيتكلم في اطار عام، بيتكلم في خطوط عريضه. حتى مساله قيد سليف كوليبالي ممكن ما يجاوبش عليها دلوقتي، لكن ممكن يتفاجئ ان هو يكون داخل المعسكر والجهاز الفني بيركز معاه وفي اجتماعات مغلقه مع اللاعب ويقيد في هذه المباراه زي ما حصل قبل كده مع باكا الجنوب افريقي عندما قيد في الساعات الاخيره قبل مباراه الترجي التونسي. هذه المعلومات وهذه السريه من حق الجهاز الفني ان هو يقفل عليها، لكن بالطبع كانت تصريحات مهمه جدا حتى كمان لحسام عاشور عندما تحدث عن كلمه الكابتن محمود الخطيب والاستعداد لهذه المباراه وكيف كانت هذه الكلمه يعني اثرت بشكل كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي عشان تثير حماسهم عشان يدوا لي مباراة تاونشيب، وان الفوز بالثلاث نقاط لاسعاد جماهير النادي الاهلي في الفتره القادمه. تصريحات مهمه وكلام مهم جدا قاله زميلي كريم من هذا المؤتمر الصحفي، والحمد لله طمنا عن كل اللعيبه متواجده في التدريب الاساسي في استاد برج العرب القائمه الافريقيه. الحمد لله الجهاز الفني بالكامل مطمئن على حاله اللاعبين. عندنا في القائمه الافريقيه 27 لاعب، لا يتبقى سوى قيد 3 لاعبين، وعندنا مساحه من الوقت حتى 5 اغسطس القادم باذن الله لقيد اي من اللاعبين قبل مباراة تاونشيب غدا أو حتى مباراة الجولة الرابعة وقبل مباراة الجولة الخامسة وقبل الأخيرة أمام الترجي التونسي. دي كانت تفاصيل مهمة جدا طبعا زميلنا كريم أحمد نقلنا من برج العرب عن كل شيء داخل فريق النادي الأهلي. كلام الكابتن محمد مرجان العميد محمد مرجان ايضا اللي احنا قلناه في بدايه النشر عن دخول الجماهير النادي الاهلي، وفي تصريحات وفي تعليمات محدده في هذه المساله. دخول الجماهير وباب الاستاد ستفتح من الساعه 3 عصرا حتى الساعه 8 مساء، والاستاد باذن الله سيستضيف هذه المباراه في الساعه 9 على استاد برج العرب. مباراه مهمه جدا بقياده طاقم تحكيم جزائري مصطفى غربال هو الحكم الساحه اللي هيدير هذه المباراه. دي كانت تفاصيل مهمه جدا واحنا بنتكلم على مباراه الاهلي وتاونشيب، وقدامنا في الصوره جمهور النادي الاهلي اللي كلنا عندنا ثقه كبيره جدا في هذا الجمهور ووعي هذا الجمهور ان هو يخرج بالمباراه لبر الامان، وان النادي الاهلي قدر الامكان بيحاول يسعى لدخول الجماهير تحديدا جماهير النادي الاهلي بمساحات اكبر وبعدد جماهير اكبر في المباريات القادمه. 10,000 متفرج ليست هي الغايه لدى اداره النادي الاهلي دخول لجماهيره في الفتره القادمه، لكن كبدايه في استاد برج العرب وبعد المباريات الأخيرة إن شاء الله 10,000 في هذه المباراة، ثم المباريات القادمة نستضيف كامبالا سيتي في ختام هذه المباراة نكون خلاص على هبة الاستعداد للتأهل للدور الثمانية دور ربع النهائي، يكون عندنا 25,000 و30,000 متفرج، تلعب دور الثمانية بحضور 50,000، توصل للمباريات النهائية يكون عندك إن شاء الله مساحة كاملة في استاد برج العرب، وإن شاء الله يعني استاد القاهرة كمان يكون جاهز لاستضافة هذه المباريات الأفريقية. دايما عندنا ثقة في جمهور النادي الأهلي، وعي هذا الجمهور إنه يخرج بالمباراة لبر الأمان ويكون هتافاته في هذه المباراة فقط لدى فرقته، يشجع فرقته طوال ال 90 دقيقة اللي احنا عايزين نفوز بهذه المباراة بأي شكل من الأشكال عشان نتخطى هذه المرحلة ونكون يعني متواجدين بشكل جيد في صدارة المجموعة. خبر آخر متعلق بتدعيم قطاع كرة القدم بلاعبين شباب خلال الفترة القادمة. هناك محاولات بتجري خلال الساعات الأخيرة وخلال الفترات الماضية عن ضم أبرز اللاعبين وأبرز المواهب المتواجدة في سن الشباب والناشئين لاكتسابهم مزيد من الخبرات، خاصة إن هم بيكون عوامل إيجابية في سنوات قادمة مع الفريق النادي الأهلي في الفترة القادمة. مصطفى البدري لاعب أسوان صاحب 21 عام وعمار حمدي لاعب نادي النصر صاحب 19 عام خلاص خلال الساعات القادمة في رتوش
اخيره بخصوص هؤلاء او هاتي يعني اللاعبين مصطفى البدري وعمار حمدي. الثنائي مهم جدا خلال الفتره القادمه، الاهلي بيستعد لضمهم خلال ان شاء الله الفتره القادمه رتوش اخيره يعني خلال الساعات القادمه لضم هؤلاء الثنائي مصطفى البدري وعمار حمدي، اثنين من المواهب المتميزه ان شاء الله يكونوا اضافه للفتره القادمه في الفريق الاول. وسياسه قطاع الكره في الفتره الحاليه التعاقد مع لاعبين مميزين في سن صغير عشان يكتسبوا خبره المباريات ويتواجدوا في الفريق الاول خلال الفتره القادمه. دي كانت اطلاله من اخبار قطاع الكره. والتعاقد بشكل رسمي مع النادي الاهلي. طب اخبار الالعاب الاخرى، وكانت فيه بطوله مهمه جدا، بطوله منطقه القاهره التنشيطيه اللي اقيمت في فرع النادي بمدينه نصر. النادي الاهلي خد المركز الاول بعد تحقيق 274 ميداليه توج بها الاهلي بطلا لمنطقه القاهره للسباحه. هذه البطولة اللي أقيمت خلال الفترة من 1 حتى 15 يوليو الجاري بفرع النادي بمدينة نصر بمشاركة 22 فريق أبرزهم وادي دجلة والشمس والغابة والمعادي وهليوبلس وهليليدو والقاهرة والزهور والجزيرة والمقاولون العرب والرواد والنصر وإنبي والشروق ومدينة نصر واتحاد الشرطة وحلوان وطلائع الجيش و15 مايو والغردقة. عدد فرق كبير جدا، 22 فريق مشاركين في هذه البطولة في إجمالي مراحل سنية بدأت من مرحلة 12 سنة حتى مرحلة العمومي و19 سنة. بطولة كانت مهمة، لكن استطاع الأهلي من خلال جهاز ألعاب كرة الماء وجهاز السباحة أن احنا نحصد 274 ميدالية. النادي الأهلي تسلم بالأمس الدرع العام في حضور أعضاء ومجلس إدارة منطقة القاهرة للسباحة. والمهندس شريف مغازي رئيس منطقة القاهرة للسباحة وجه الشكر للنادي الأهلي على استضافة البطولة وخروجها بشكل مثالي كما هو معتاد من النادي الأهلي في جميع البطولات. جهاز السباحة أيضا كمان بيهدي لقب المنطقة لمجلس الإدارة والنشاط الرياضي. يمكن جهاز السباحة بالأمس أهدى لقب بطولة منطقة القاهرة والحصول على الدرع العام لمجلس إدارة النادي الأهلي وإدارة النشاط الرياضي. أحمد سعد المدير الإداري لفرق السباحة قال إن الأهلي حافظ على الصدارة بالفوز في جميع المراحل العمرية لبطولة القاهرة، وذلك بفضل المجهود الكبير الذي بذله الجهاز الفني والطبي والإداري. وشدد المدير الإداري لأن سباحة الأهلي أغلقت ملف بطولة القاهرة بمجرد انتهاءها للتركيز في البطولات المقبلة، بداية من بطولة كأس الاتحاد اللي إن شاء الله هتقام خلال شهر أغسطس القادم. شايفين قدامنا في الصورة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في فرع النادي بمدينة نصر، وعدد من أعضاء المجلس حرصوا على الحضور اليوم الختامي لتسليم الميداليات والدرع العام من منطقة السباحة منطقة القاهرة للسباحة بعد هذه البطولة التي أقيمت على مدار أسبوعين. أحمد سعد أيضا أكد أن فوز سباح الأهلي علي خلف الله ببرونزية البحر المتوسط التي أقيمت في أسبانيا أحد الأسباب الهامة وراء إقامة بطولة كأس الاتحاد من أجل اكتشاف مواهب جديدة في سباقات السرعة. شفنا في أرقام قياسية اتحققت في هذه البطولة تسمح لك أن أنت كمان تشارك في بطولة عالم من خلال بطولة صغيرة زي بطولة منطقة القاهرة اللي شارك فيها 1000 لاعب ولاعبة. البطولة أقيمت على مدار أسبوعين في فرع النادي بمدينة نصر. خبر آخر في لعبة الإسكواش، لاعب الأهلي بيحقق المركز الأول ببطولة هولندا الدولية للإسكواش. محمد مصطفى لاعب النادي الأهلي للإسكواش حقق المركز الأول في بطولة هولندا الدولية تحت 15 سنة التي أقيمت خلال الفترة من 11 حتى 15 يوليو الجاري في العاصمة الهولندية أمستردام. من جانبه قال الكابتن ناصر زهران رئيس قطاع الإسكواش والمدير الفني للعبة داخل النادي الأهلي أن هذه بداية موفقة للاعب محمد مصطفى، وتؤكد على أن تعاقد الأهلي معه كان اختيار موفق لفرق الإسكواش. ووجه الكابتن ناصر زهران الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على الدعم المستمر للقطاع وتلبية كافة احتياجات قطاع الإسكواش لرفع اسم النادي الأهلي عاليا في كل المحافل الدولية، مشيرا إلى أن هذه البطولة تعتبر المشاركة الأولى للاعب باسم النادي الأهلي منذ انضمامه. أيضا منتخب الطائرة خلال الفترة القادمة بيستعد لبطولة العالم وعنده معسكر استعداد لبطولة العالم، وكان بيشارك منذ أيام قليلة في دورة ألعاب البحر المتوسط. الجهاز الفني للمنتخب الوطني للكرة الطائرة استدعى 10 لاعبين من الفريق الأول بالنادي الأهلي
لخوض معسكر إعداد استعدادا لبطولة العالم التي تقام خلال الفترة القادمة. الجهاز الفني أعلن ضم كل من أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام وحسام يوسف وعبد الحليم عبو ومحمد عادل وأحمد سعيد وشريف أحمد ومحمد رمضان وعبد الرحمن سعودي وأحمد عبد العال. كان من المقرر أيضا كمان انضمام محمد عبد المنعم لكنه اعتذر عن المشاركة في المعسكر بسبب خضوعه لبرنامج تأهيلي بعد إصابته في الركبة. دي كانت أخبار متنوعة من الألعاب الأخرى، سواء فرق الإسكواش أو فرق السباحة اللي شاركت كمان في الدورة التنشيطية، وأيضا منتخب الطائرة بإذن الله كمان منتخب مصر استدعى 10 لاعبين خلال الفترة القادمة. خبر آخر محلي كده سريعا أتناوله سريعا قبل ما ننطلق إلى الحديث عن البطولات العالمية والأخبار العالمية. يمكن خلاص يعني الدوري العام خلاص على مشارف انطلاقه بإذن الله يوم 31 يوليو الجاري، وأولى مباريات النادي الأهلي في هذه البطولة المحلية، مباراة النادي الأهلي والإسماعيلي بإذن الله اللي هتقام حتى هذه اللحظات بعد إعلان لجنة المسابقات عدد من مباريات الدور الأول. هتقام هذه المباراة على استاد السلام بعد تعذر إقامة مباريات الأهلي والزمالك على استاد القاهرة نتيجة غلقه بسبب الإصلاحات. اتحاد كرة القدم خلاص خلال الفترة الجارية بيعكف على إعلان شكل الدوري بشكل نهائي ومواعيد المباريات، وننتظر خلال الفترة القادمة زي ما قالت رابطة الأندية المحترفة الحاج عامر حسين والحاج محمود الشامي رئيس الرابطة بخصوص حضور جماهير ونسبة 10% من سعة الملاعب. طيب الدوري خلاص يعني خلال الفترة الجاية الكل بيستعد له بشكل جيد، والأندية خلاص وصلت لمراحل أخيرة من الاستعدادات. في أندية بتستعد لأفريقيا زي الأهلي عنده مباريات تاونشيب، والمصري عنده مباريات في الكونفدرالية، لكن هناك العديد من الأندية خلاص بتستعد للانطلاقة الأخيرة للدوري اللي هينطلق بإذن الله يوم 31 يوليو الجاري. قبل الانتقال والحديث عن الأخبار العالمية وما هو الجديد في الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية نخرج إلى فاصل ثم نعود الحديث بعد الفاصل.